السلام عليكم شباب وحياكم الله. هاي اليوم احدى الحالات اللي جتني للعيادة، هذا جايبها من مكان معين، خالها على التبريد بالسيارة على اساس يعني يفيدها التبريد بالحر اثناء النقل، وهذا الشيء غلط، لازم تخليها بمكان بعيد عن التبريد شوية وتحافظ عليها بكارتونة او قفص للنقل، مكان تهويته جدا بسيطة، لأن هسه هذا الطير اللي قدامكم مصاب بنزلة البرد، تغير عليه الجو لين وصاب شلون نوع من أنواع السخونة والضرق مالته تغير. هذا تستخدم له علاج انروسول، تنطي سيسي على اللتر يشرب منه يوميا لمدة 5 أيام، والله يحفظكم إن شاء الله.